السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. العام الجديد يفتتح بحرائق بعد نجاح أبطال الدفاع المدني بإطفاء شجرة عيد الميلاد أمام المسرح الوطني وسط بغداد قبيل ساعات من الاحتفال برأس السنة والتي احترقت نتيجة الألعاب النارية في منصة الاحتفال. جندل حريق بمنازل ملاصقة لجهاز المخابرات في منطقة المنصوري نتيجة الألعاب النارية أيضاً. والدفاع المدني يهرع لمكان الحادث وسنوفيكم بالتفاصيل حين الإعلان عنه. كل عام وحضراتكم بخير. أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في خير.